ما هي عشان كده، عشان كده دي اكله الشتاء اللي هي احنا بنتلكك ما بنصدق. الشتاء دخل والمطر مطرت، هوبا يلا بينا على طول شويه عدس محترمين يعني كده اهو. كانك بتعملي فته عاديه بس بدل شوربه اللحمه بتعملي شوربه عدس. نجيب بقى احنا ما بنجيناش مطر الا قليل. لا والله والله حبيبه قلبي، تحياتي وسلاماتي لكل اهل انا الكرام. شايفين تحطي بقى الصينيه دي سخنه كده، الرز سخن والعيش المتحمص والعدس، والعدس سخن. ام حازم كدالي على اللايف بتقولي قولي لحازم ياكل عدس عشان مش بيحبه. يا حازم ادي العدس فرصه تانية ودوقه من ايدين طنطك هاله، ان شاء الله هيعجبك باذن الله يا حبيبي. اعملي له بس العدس بالطريقه دي وان شاء الله هيعجبه جدا يا حبيبه قلبي. يبقى احنا لغايه دلوقتي عملنا بشعريه وعملنا العدس اللي طعمناه وخدنا منه للفتة. تعالوا عشان نكمل وصفة الفتة للآخر نعمل بقى إيه أحلى حاجة في الفتة دي. أنا عايزاكوا كده معايا تستطعموا كده وتشموا ريحة الخلطة اللي هنعملها دي اللي اتشهرنا بيها من سنين. تحفة ما شاء الله، حتى اسألوا اسرقوا منا يعني هما يقولوا لكم. هحط برضو كده شوية زيت ومكعب زبدة، بس نجيب معلقة الأول تبقى جاهزة معانا. يلا فين الخل؟ يلا اهو العيش بقى اللي بيتقدم، اللي بيتقدم جنب العدس اللي هو بيبقى قابب لفوق كده، مش محمص، مش مسموش محمص، ليه اسم تاني كده في السوق. العيش ده اسمه ايه؟ اللي هو القابب اللي هو بيبقى محمص ناشف كده والرغيف كبير كده شويه. غشيتها منين؟ غشتيها منين؟ اعترفي. بصوا بقى كده يا جماعه، الطاسه عشان كانت سخنه قوي اول ما نزلت بالزيت ما حطيتش الزبده، خدت الطاسه بعيد الاول وبعد كده رحت نازله بالزبده بالشكل ده وارجعها تاني على النار عشان نتعلم مع بعض. لو الحاجه سخنت مني ما احطش الزبده تتحرق. وبعد كده هننزل بالثوم. حبيبتي بقى اللي كانت بتسال على الثوم، اتفضلي يا ستي، التوم اهو ظهر معانا اهو. يلا اللي جاوبوا دلوقتي صح على اسم العيش صح، اجابتكم صح، برافو عليكم والله ما شاء الله. بصوا يا جماعه ادي التوم اهو في الزبده بقى او معلقه سمنه بلدي. بصوا لونه بس ايه، يصفر كده سيكه كده، ريحته تطلع كده ولونه ما تخليهوش يغمق منك عشان الخلطه الحلوه دي ما تقلبش بمراره. لا مش عيش بوري، مين اللي كتبت عيش بوري؟ لا يا هدى، لا العيش البوري ده حاجه تانية خالص، ابقى اعمله لكم مره ان شاء الله. العيش اللي انا بقول لكم عليه اللي بنجيبه من الفرن اللي بيبقى جنب العدس. بصوا كده هطفي بقى التومه دي بشويه خل، بسم الله اهو. واخلي التومه تشرب الخل كده. نهار ابيض على الريحه اللي طالعه والروايح الجميله. احلى حاجه في فته العدس هي الخلطه دي، والله العظيم هتعجبكم جدا. بعد كده هنزل بطماطم متقطعه بالسكينه. بتقولي ايه يا اسراء؟ ما سمعتكيش. بتقولي بنتفرج بس وشامين الريحه. وطبعا النهارده معانا الانسه نيلي سايبه الحضانه وجايه معانا النهارده، فقاعده بقى تزاولني في الكنترول كل شويه، يا تيتا انا عايزه عدس، يا تيتا انا عايزه عدس. قال يعني اكيله قوي. هي فين؟ راحت فين؟ بصوا بقى الطماطم دي كده تتبل بقى. انا اهو. انت عدس؟ ماشي. نحط ملح وهنحط كمان شويه فلفل اسود كده. وحبيب العدس النهارده الكمون ورشه كزبره صغيره بس يا ستي. وقلبي. والطماطم عندنا ولا بنخليها تدبل ولا بنسبك ولا الكلام ده، هي غلوه بس مع التوم والخل كده. ودوقوا جمال الخلطه دي النهارده.